الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن الله يخاطب رسوله ويخاطب كل واحد منا من خلال رسوله. إن الالتزام بالإسلام كدين يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى وينزل منه، يفرض الالتزام بشريعته في كل ما أمر الله به ونهى عنه. فالإنسان المسلم هو إنسان منتم، بمعنى تتحرك كل حياته من خلال انتمائه إلى هذا الدين. والإنسان المنتمي هو صاحب خط، بحيث يحرك كل علاقاته ونشاطاته في الحياة من خلال خطه. فإذا عرض عليه أحد، سواء كان قريباً أو بعيداً، سواء كان شخصاً أو حزباً أو دولةً، إذا عرض عليه أي شيء فإنه لا يعرضه على هوى نفسه، بل إن عليه أن يعرض هذا على خطه. هل إن هذا ينسجم مع الخط أو لا؟ يعني لو فرضنا أن إنساناً طلب منك أن تأكل شيئاً، وفي الأكل حلال وحرام، وطلب منك أن تشرب شيئاً وفي الشرب حلال وحرام، أو طلب منك أن تلعب أو تلهو أو تؤيد شخصاً أو ترفض آخر، فإن عليك كمسلم أن تدرس هل أن ما طلبه مني هذا الشخص حلال يرضاه الله بحيث ينسجم مع التزامي الإسلامي، أو أنه حرام لا يرضاه الله لأنه لا ينسجم مع الالتزام الإسلامي. معنى أن تكون مسلماً ملتزماً هو أن تتحرك في حياتك من موقع الالتزام. عندما تريد أن تعيش مع زوجتك، عندما تريد الزوجة أن تعيش مع زوجها، عندما تعيش مع أقربائك أو أصدقائك، اجعل كل قلبك وكل عقلك وكل حياتك ملتزمة. وهذا الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله ويخاطبنا من خلال النبي: ثم جعلناك على شريعة من الأمر الذي أنزله الله فاتبعها، امشي على هذه الشريعة، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا تتبع أهواء الناس الذين لا يملكون العلم الذي يركز حياتهم على أساس قاعدة وعلى أساس خط، ممن يتحركون في الحياة من خلال أهوائهم ومن خلال شهواتهم. يعني هؤلاء اللي يتحركوا تحرك غريزي. والإنسان صحيح، إحنا كل شخص عنده غرائز، غرائز تدفعه إلى الطعام، إلى الشراب، إلى حماية نفسه، إلى اللذة، بس الغرائز
هي حركة الجسم في حاجاته. ومثل ما بنعرف احنا الجسم له حاجات معينة، إذا زدت عليها فإنها ربما تؤدي إلى مشكلة. يعني احنا عندنا حاجات أكل، غريزة، هل غريزة حب الطعام هذه تدفعنا إلى أن نأكل لما بنجوع؟ لكن إذا أكلنا أكثر من الحاجة راح تتحول إلى مرض. إذا شربنا أكثر من الحاجة أيضا راح تتحول إلى مرض. بعض الشراب قد يعطيك لذة في جانب ولكن يخلق لك مشكلة في جانب آخر. يعني الناس مثلا يشربوا الخمر يمكن يلتذوا بالأجواء، بالسكرة التي يحصلون عليها من الخمر، لكنهم يفقدون التوازن العقلي في حركاتهم وفي كلماتهم. وقد يؤدي بهم الخمر إلى بعض الأمراض تتعلق بالكبد أو ما أشبه ذلك من الأشياء هذه. كذلك مثلا المخدرات، يمكن واحد يعيش بأجواء حالمة يغيب بها عن الواقع، ولكنها تفتك بعقله وبإرادته وتفتك بجسمه. لذلك إحنا إذا فرضنا زدنا عن حاجاتنا فإنها قد تؤدي إلى الموت، التخمة تؤدي إلى الموت. لذلك عملية الغرائز اللي بجسمنا هي تشكل هي حاجاتنا، والإنسان الحاجة يأخذ بمقدار ما تمثل ضرورة للجسم، أما أكثر من هذا فهي قد تتحول إلى مرض. لهذا الله يقول في هناك فرق في إنسان يتبع هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. في ناس مش هوى نفسه، يتبع أهواء الآخرين. سأفرض في عندنا مرحلة واحد يتبع هوى نفسه، واحد يتبع أهواء الناس الآخرين بحيث أنه يضر نفسه ويسقط تحت تأثير حركته في هواه، ترى أنت تضر نفسك لحساب آخرين. فالله سبحانه وتعالى يقول عندما تعيش مع الآخرين ويطلب منك الآخرون أن تتحرك معهم فيما يخططون لك أو فيما يوجهونك إليه، ادرس هذا هل ينسجم مع الشريعة الذي جعلك الله عليها لتنطلق بها بحسب برنامج الإلهي أو لا. فإذا رأيتها منطلقة من أهوائهم ومن شهواتهم ومن أطماعهم ومن أوضاعهم مما لا يلتقي بمبدئك وبخطك فلا تتبع، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لأن المسألة عندما تكون قضيتك مع الله قضية مصير. يعني الآن الإنسان الذي يمشي على خط الله سبحانه وتعالى فمصيره الجنة، ما يمشي على خط الله مصيره النار. أنت الآن هالناس الجميل يقول لك تعال اعمل مثل ما بدنا، امشي على برنامجنا، اتبع خطنا، اعمل كذا كذا. أنت الآن بكرة إذا وقفت بين يدي الله أو يمكن على أنه يتدخلوا وينجوك من عذاب الله؟ الله يقول لا، لأن ما يملكون شيء. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يعني هؤلاء ما بيفيدوك لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك أمام الله؟ ثم الله بيقول أنه أنت لو تدرس هؤلاء الناس الذين ظلموا أنفسهم بالكفر أو ظلموا الناس بالبغي، هؤلاء تحالف فيما بينهم، يعني هؤلاء يقفون ضد المؤمنين وهم يتعاونون مع بعضهم البعض من أجل إضلال المؤمنين ومن أجل الانحراف بهم عن خط الحق. فعليك أنت
واحد يعني لازم أنك تشوف بين خطين، هل تريد أن يكون الله وليك الذي ينصرك والذي يساعدك، أو تريد أن يكون هؤلاء الذين يتحركون في حلف الكفر وفي حلف الفسق والفجور هم أولياءك؟ كلهن بعضهم أولياء بعض، يتعاونون على الكفر والفسق والبغي وغيره، والله ولي المتقي. الله سبحانه وتعالى هو ولي المتقي. فإذا اتقيت الله وأطعته في القيام بما أمر به وترك ما نهى عنه، فإن الله بقوته وعظمته وقدرته ورحمته يكون وليك الذي ينصرك والذي يحميك. فأنت إذا دار الأمر، هل تدخل في ولاية هؤلاء أو تدخل في ولاية الله؟ كأن الله يريد يقول لك اختر. وطبعا الإنسان العاقل إذا فرضنا يكون مع الناس الذين لا يملكون لنفسهم ضرا ولا نفعا، وبين يكون مع الله خالق السماوات والأرض، يقول هيك، إلا الذي في قلبه مرض. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم الله يقول هذا بصائر للناس، يعني هذا النهج الذي يتحدث به القرآن الكريم هو هذا يتمثل في أفكار وتعاليم هي فيها بصائر، بحيث يبصر الناس بها مصيرهم ويبصر الناس بها الحقيقة، لأنه في بصر العقل وفي بصر الوجه في الحال. فالله يريد أن يعطينا ما يبصر به عقولنا، ما يجعل عقولنا عقول مفتوحة ولا يجعلها عقولا عمياء. هذا بصائر للناس وهدى يهتدون به ورحمة من الله سبحانه وتعالى لقوم يوقنون، أن يعيشون اليقين الذي يطل بهم على الحقيقة. ثم الله سبحانه وتعالى يتوجه لهؤلاء الناس الذين يعيشون بالحياة ويعصون الله بكل طاقتهم وينحرفون عن الخط المستقيم ولا يقومون بمسؤوليتهم، حياتهم لعب ولهو وعبثية ورقص وخمر وفجور وما إلى ذلك، وبيقولوا الله لازم يدخلنا الجنة ولازم إحنا الله يعطينا، وبين الناس الذين عاشوا الحياة تقوى وطاعة ومحبة لله وخوفا منه، وأخذوا أيضا هم بأسباب الحياة وطيبات الحياة. مش معنى واحد يكون مؤمن بد يعني يكون يترك لذات الحياة، لا. الله بالقرآن قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ بدك تلبس مليح، بدك تزين، الله ما حرم هالشيء. والطيبات من الرزق، طيبات الأكل، طيبات الشرب، طيبات اللذة، طيبات اللباس، طيبات المسكن، الله ما حرمها. بس الله قال لك في شيء واحد صغير، خذ كل طيبات الحياة ولكن من حلال، خذ كل زينة الحياة التي تحب أن تزين بها جسدك أو تزين بها بيتك أو تزين بها كل حياتك ولكن من حلال فقط. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. إن الدنيا كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الدنيا إذا أقبلت إذا إجت فأحق الناس بها أخيارها لا أشرارها، وأبرارها لا فجارها. يعني شو الله بده من عندنا؟ نقعد ناكل خبز يابس؟ ما بناكل أكل طيب؟ ما نسكن مسكن؟ لا. بس الله بيقول: لا تأكلوا مال بعضكم البعض
لا تعتدوا على بعضكم البعض، لا تأكلوا الحرام، لا تشربوا الحرام، ما تلبسوا الحرام، لا تسكنوا بحرام، لا تستمتعوا بالحرام. هذا واعمل احمدك الدنيا. الله للمؤمنين الدنيا هي خلق الله وأحق بها الذين يطيعون الله. فما في مش معناها يعني بعض الناس بناء أنه خلاص واحد بيصير مؤمن معناها لا بد يأكل مليح ولا يلبس مليح ولا يشرب مليح. لا مش هيك القصة أبدا. بس المهم فرق بين المؤمن وغير المؤمن، لكن غير المؤمن بيأكل ويشرب ويستمتع حلال أو حرام، المؤمن لا، في عنده حلال وفي عنده حرام. هذه المسألة بيأخذ بالحلال ويترك الحرام، والحرام مش والحلال مش قليل. الحلال ما شاء الله بالدنيا، مو معناها احنا لما بدنا ناخذ بالحلال معناها انه ما في شيها، لا، الحلال واسع الانسان، والناس الذي يعيشوا ياخذون بحلال عايشين ومستانسين ومرتاحين مثلا يمكن اكثر من الناس اللي ياخذوا بالحرام، لان الحرام يخلق لك مشاكل ويخلق لك عقد وما الى ذلك من الامور. هذا ولذلك الله بيقول انه ام حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني عملوا بالسيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني ممكن أن نساوي بين هذا وهذا، سواء محياهم ومماتهم، أن يكون محيا هؤلاء محيا أولئك وممات هؤلاء ممات، ساء ما يحكمون. هذا حكم سيء، لأنه ما ممكن أنت الآن تساوي بين الإنسان الذي يعيش الحياة من خلال المسؤولية والإنسان الذي يعيش الحياة بعيدا عن المسؤولية. ثم الله سبحانه وتعالى يقول يا جماعة أنا خلقت الدنيا سماوات والأرض بالحق، وأريدكم ما تبتعدوا عن سر خلق السماوات. مثل ما الله خلق السماوات والأرض بالحق، أيضا أراد للإنسان أن يتحرك في حياته بالحق حتى يتكامل الوجود الإنساني مع الوجود الطبيعي. يعني هلا بالسماوات بالأرض كل ظاهرة بالكون لها نظام وقانون، ما ممكن أنها تنحرف عنه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والله إنا كل شيء خلقناه بقدر، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولذا الآن هؤلاء المخترعين لمن بيبعثوا يكتشفوا للقمر للمريخ يدرسوا كل حق أشياء، يعتبروا أنه ما في شيء إلا وإله سر، ما في عبثية بالكون، ما في فوضى بالخلق، حتى أن الفيضانات بتجي بوقت ولها نظام معين وتنتهي بوقت، البراكين أيضا تجي بوقت وبتروح الوقت، الزلازل كذلك، وكل واحد منهم لها قانون. وحتى التخريب اللي تخربه فيه له سلبية من جانب وله إيجابية من جانب. كل شيء الله منظمه بالحق. يبقى هذا الحيوان الصغير، هذا الإنسان، الله قال له أنت خلاص أنت مارس حياتك بإرادتك. السماء والأرض، قال السماء والأرض أتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، تحملوا مسؤوليتكم، فأبينا منها، قلنا يا ربي لا، أنت نظمنا مش قادرين نتحمل مسؤولياتنا مع كل هالضخامة، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. أما الإنسان ضرب صدره، أنا لها يا رب حملني مسؤولية نفسي، إنه كان ظلوما جهولا، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن فالله سبحانه وتعالى يريد من عندنا يقول لا تخربوا. كيف هلا انتم لما ما في شيء اسمه بالموسيقى، انه واحد الموسيقى ماشيه على برنامج معين ودقه معينه، اذا واحد دخل على الخط شو بيقولوا؟ نشاز هذا بالموسيقى. اذا موسيقى الكون كله قائمه على الحق، احنا نتدخل نخرب الكون في هالمجال، هالفوضى وهالحروب وهالمنازعات وما أشبه ذلك في هالموضوع. لذلك الله يريد يركز لنا هالنقطة. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. أنت تحملت مسؤولية نفسك،
الله أعطاك عقل، الله أعطاك إرادة، أنت الآن بعقلك وبإرادتك وبما مكنك الله عليه من وسائل، الله قال لك فمن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان بحسب عمله بحسب كسبه. ثم الله بيحكينا عن هؤلاء الناس الذين هم ما يلتزمون بمبدأ، هؤلاء الناس الذي ما يرتبطون بالحياة بمنهج، ما عندهم قاعدة. شو حياتك؟ يقول لك أنا اللي بتشتهي نفسي بدي أعمله، بحيث أنه يعبد هواه لا يعبد ربه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ مو واحد يقول الله هواي، لا، لكن كأنه يستغرق في هوى نفسه، وكما لو كان يعبد هوى نفسه وكما لو كان يعتبره كل شيء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني الله أهمله لما اختار هواه وترك ربه أضله الله، مش معنى الله أوقعه في الضلال، الله أبعد عنه رحمته وأضله الله على علم وختم على سمعه بعد ما مستعد لهم آذان لا يسمعون بها، وجعل على بصره غشاوة يعني بيشوف وما بيشوف، لهم أعين لا يبصرون بها، فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون. هذا الإنسان لما الله أعطاه هداية ورفض هو الهداية، مين بعد يمكن يهديه؟ إذن أيها الأحبة، من خلال هذه الآيات علينا أن نعيش التفكير في طبيعة وجودنا في الحياة. الله جعلنا بالحياة عمال. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله ما خلقك بطال، ما خلقك بالحياة بس تقعد تغني على ليلاك وتقعد هيك فرفشة ولعب وله، لا، الله قال لك انت عليك الحياة، لك مسؤولية بهالحياة أن تعمرها وتنظمها وترتبها وتعطي من طاقاتك، طاقات عقلك وطاقات قلبك وطاقات حياتك، أن تعطيها للحياة حتى أنت وجودك يكون وجود نافع. هذه مسؤوليتك، وفيها الأثناء بدك ترتاح، بدك تستأنس، بدك تفرفش في دائرة الحلال، ما في مشكلة. هكذا الله يريد من عندنا. لذلك كل واحد بيعتبر نفسه أنه حياته محدودة، واحد بعيد 20 سنة، واحد 30، واحد 50، واحد 60، إلى ما شاء الله. هذه الحياة المحدودة اللي عم تركض معك وعم تسارع إلى الموت، هذه بدك تحاول أن تركزها على قاعدة وتفتحها على الله، حتى تستطيع أن تحصل في نهاية المطاف على محبة الله وعلى رضوانه. لا تلتفتوا، وأقولها لأبنائي من الشباب والذين هم في الشباب، لا تلتفتوا إلى رفاق السوء، لا تلتفتوا إلى نداءات السوء، لا تنفتحوا على هذه أسباب اللهو. يعني الآن في يمكن عندنا كل واحد ببيته تلفزيون وكل واحد ببيته راديو، لا تستغرقوا في هذه، هذه كلها في أفلامها وأوضاعها، هي تتحدث عن أوضاع بعيدة عن أوضاعنا، عن خطوط بعيدة عن خطوطنا، هي هذه هي تقاليد الغرب الذي ترك الدين وترك الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تعتبروا ثقافتكم من خلال الأفلام التلفزيونية أو من خلال بعض البرامج التلفزيونية، انقذوها وحاولوا حماية أنفسكم منها كما تحمون أنفسكم من الأمراض. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم،
والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.